بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في مجموعة رواد علوم الرياضة العلمية، والتي ستقدم لكم بإذن الله هذه المحاضرة القيمة للدكتور الفاضل خالد الشارجي من دولة الكويت الشقيقة. عنوان المحاضرة هي التخصص الرياضي المبكر والتخصص الرياضي المتأخر، الطريق الأمثل إلى الإبداع والتفوق الرياضي. فأهلا ومرحبا بسعادة الدكتور خالد الشارجي، ونرحب به باسمكم وباسم جمعية رواد علوم الرياضة وجميع العاملين والمشرفين في هذه المجموعة. أشكر القائمين على هذه الفعاليات، وأشكر الحضور اللي تعنا وللاستماع إلى هذه المحاضرة العلمية. أول شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب فيكم أيها الأخوة والأخوات، وأشكر القائمين على هذه الفعاليات العلمية الرياضية المفيدة، وأتمنى أن أساهم ولو بشيء بسيط يعني في نشر العلم والثقافة الرياضية في الوطن العربي. محاضرتنا اليوم هي التخصص المبكر أو التخصص الرياضي المبكر أم التخصص الرياضي المتأخر، أيهما أفضل، أيهما الطريق الأمثل إلى الإبداع والتفوق الرياضي؟ هذا موضوع للأمانة يعني أثناء فترة دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية موضوع منتشر بشكل كبير في الميديا، في الجامعات، الأبحاث العلمية، ولكن للأسف أشوف أن يعني ما حد يتطرق أو قلة من يتطرقون إلى هذا الموضوع في وطننا العربي، وأعتقد أن موضوع مهم جدا جدا جدا. لو يعني انتبه له المسؤولين في الوطن العربي لكان حالنا الرياضي أفضل. في محاضرة اليوم راح يعني أعطيكم نظرة عامة على الشغلات اللي راح ناخذها أو محاور المحاضرة. واحد راح أتكلم عن البراعة والتميز الرياضي، نظرية 10,000 ساعة تدريبية أو نظرية 10 سنوات الذهبية، التخصص الرياضي المبكر تعريفه، سلبياته إيجابياته، التخصص الرياضي المتأخر، الآثار المترتبة على التخصص الرياضي المبكر والمتأخر، وفي الختام نصائح ختامية للمعلمين، للمدربين، ولأولياء الأمور أيضا. أولا نبدأ في مفهوم البراعة أو الإكسبرتيز. مفهوم الإكسبرتيز بدأ في 1993 عن طريق العالم الأمريكي إيريكسون. سأل سؤال، من أين تأتي البراعة الحركية؟ من أين تأتي البراعة في مجال الموسيقى؟ من أين تأتي البراعة في مجال الرياضة؟ في عدة مجالات. وكان أول بحث يقوم فيه هذا الدكتور إيريكسون على بعض الفرق الموسيقية في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصاً عازفين الكمان والآلات الوترية. بدأ يتساءل، بدأ يطرح التساؤلات هذه، شنو أسباب هذا التفوق؟ شنو أسباب هذه المواهب الموسيقية اللي عندهم؟ وجد أن الفرد لكي يصل إلى مرحلة الإبداع والبراعة اللي هي نقول expertise يحتاج إلى 10 سنوات أو 10,000 ساعة تدريبية. لو تقرون الدراسة هذه اللي كانت في 1993، أنا حاط لها reference فوق، الأفرج كان أفرج السنوات أو سنوات الخبر، سنوات التدريب على هذه الآلات الموسيقية كان تقريبا يوصل 10,000 ساعة. توصل إلى نتائج أن صعب ولكن ليس بمستحيل، واللي يدلل على البحوث العلمية للدكتور إيريكسون تشوفون على اليسار في كتاب Outliers. أنا أنصح الكل إنه يقرأ هالكتاب ويقرأ حق هالكاتب هذا اللي هو مالكوم غلادويل. مالكوم غلادويل تأثر في العالم إيريكسون، وبدأ يبحث عن المميزين في العالم في كل المجالات، في الرياضة، في الموسيقى، في التجارة، في الأدب، طيارين، سائقين السيارات والشاحنات، كل من هو مبدع في مجاله راح تلقونه في هذا الكتاب. مالكوم غلادويل اللي يقرأ الكتاب راح يلقى كل مشاهير العالم في كل المجالات، ومنهم تشوفون
بيل جيتس اللي هو صاحب شركة مايكروسوفت وغيره، فرقة البيتلز فرقة الموسيقية المشهورة، مايكل جوردن، بوريس لي، العديد من اللاعبين والشخصيات المشهورة، لقى أن الوصول إلى مرحلة البراعة الإكسبرتيز جميعهم اشتركوا في السنوات اللي قضوها في التدريب على المجال اللي هم فيه. الغالبية العظمى قالوا وصلوا أن احنا نتدرب مو أقل من 10 سنوات من التدريب، ومش أي نوع من التدريب، لا 10 سنوات من التدريب المكثف، أو 10,000 ساعة تدريبية من التدريب المكثف اللي هو deliberate practice. ركزوا لي على هالكلمة هذه، التدريب المكثف وليس التدريب العادي المتعارف عليه. نروح حق اللجنة الأولمبية الأمريكية، عندهم دراسة مطولة من على اللاعبين الأولمبيين اللي شاركوا في الألعاب الأولمبية من 1984 ولغاية 1998. لقوا أن معدل أو بداية ممارسة الرياضة هو 12 سنة بالنسبة للبنين و11 سنة ونص بالنسبة للبنات، ولقوا أن الزمن المستغرق للوصول إلى المستوى الأولمبي هو 12 سنة إلى 13 سنة. معناتها الولد إذا بدأ وهو عمره 12 سنة خل نزيد 12 سنة يعني 24 سنة راح يوصل إلى المستوى الأولمبي. أبطال الأولمبيات بدأوا بممارسة الرياضة قبل أقرانهم بمعدل من سنة 0.3 إلى 3 سنوات 0.6، أقل من 12 سنة بالنسبة للبنين، أقل من 11.5 بالنسبة للبنات. نوصل إلى النقطة اللي تقول أن الوصول إلى القمة أو إلى مرحلة البراعة والتميز يبدأ مبكرا جدا جدا جدا. فإحنا نقول إذا اللاعب يحتاج 12 أو 10 سنوات عشان يوصل مرحلة البراعة والتميز، لازم يبدي في عمر مبكر جدا جدا جدا. طيب للوصول إلى هذه المرحلة في طريقين، يا أما يكون الطريق عن طريق التخصص الرياضي المبكر اللي هو Early Sport Specialization، وهذا اللي راح ناخذه في التفصيل الحين، وبعدين نتكلم عن التخصص الرياضي المتأخر. التخصص الرياضي المبكر بدأوا فيه الدول الشيوعية في الستينات والسبعينات، الاتحاد السوفيتي والدول اللي كانت تأيد الاتحاد السوفيتي، وهو أن يتخصص الفرد في رياضة واحدة في سن مبكرة، سن مبكرة يعني أقل من 12 سنة وأقل من 10 سنوات، بغرض المنافسة وتحقيق النتائج بغض النظر عن الآثار المترتبة على ذلك. خلونا نستثني بعض الألعاب مثل الجمباز والغطس والسباحة، لكن نتكلم بشكل عام. في رياضة معينة يحتاج إلى 10,000 ساعة أو 10 سنوات تقريبا من أي نوع من التدريبات؟ من التدريب المكثف deliberate practice. ولكي يحصل على هذا الكم والنوع من التدريبات فلا بد أن يتخصص في رياضة معينة في وقت مبكر جدا جدا حتى يصل إلى قمة عطائه وهو في عمر مناسب. يعني إحنا خلينا نقول إن العمر المناسب للمنافسة الرياضية أو للقمة الرياضية هو خلينا نقول يعني 24 سنة، 22 24 25 سنة بالكثير. عشان يوصل حق هالمرحلة هذه من البراعة في هذا العمر، معناته إنه لازم يبدي في الرياضة أقل من 12 سنة، 10 سنوات. من 10 سنوات ل20 سنة مرحلة بناء وتدريب مكثف راح يجني الثمار 22 23 24 سنة. خلونا نروح على اللاعب العربي. وقبل لا أتكلم عن اللاعب العربي، في آخر أولمبياد في 2016 أولمبياد ريو شاركت في الألعاب الأولمبية 22 دولة عربية. مجموع اللاعبين العرب اللي شاركوا 268 لاعب. للأسف أن عدد الميداليات اللي حققوها لاعبين الوطن العربي 14 ميدالية فقط. ولو تشوفون الصورة الثانية اللي تحت، حصاد العرب في الألعاب الأولمبية من 1912 لغاية 2012 هو 94 ميدالية أولمبية،
أعتقد كلكم تتفقون معي أن هذا العدد من الميداليات لا يتناسب مع التعداد السكاني للدول العربية جميعا. في شيء خطأ، لكن مشكلتنا في الوطن العربي ومشكلة المسؤولين في الوطن العربي، طبعا احنا ما لنا شغل، احنا نثير هذه المشاكل من ناحية علمية، لكن مشكلة المسؤولين في الوطن العربي انهم لا يشخصون المشاكل التي تعاني منها الرياضة بالشكل الصحيح، وعشان كذي هذا مستوانا وهذه نتائجنا في الألعاب الأولمبية. خلنا نرجع على السؤال، اللاعب العربي هل ممكن يكون عندنا بطل أولمبي؟ عندنا بس كلهم بالصدفة. إذا إحنا نبي نخلق أبطال أولمبي، كم ساعة تدريبية في اليوم سيحتاجها اللاعب العربي لكي يصل إلى مرحلة النبوغ والتفوق، أو لكي يصبح بطل أولمبي خلال 10 سنوات؟ إذا آمنا في الكلام اللي كنا نقوله مثال في السلايدات اللي فاتت، اللي هو 10,000 ساعة تدريبية أو 10 سنوات من التدريب المكثف، حسبتها حسبة بسيطة، 10,000 ساعة تدريبية لو أقسمها على 10 سنوات راح تطلع لنا 1,000 ساعة في السنة. 1,000 ساعة بالسنة لو أقسمها على 12 شهر راح يطلع لنا 84 ساعة في الشهر. معناتها اللاعب لازم يتدرب 84 ساعة في الشهر. من أي أنواع من التدريب؟ من التدريب المكثف والمدروس. 84 ساعة اللي في الشهر لو أقسمها على 4 أسابيع معناتها أن اللاعب العربي لازم يدرب أو يتدرب 21 ساعة بالأسبوع، 21 ساعة من التدريب المكثف بالأسبوع. 21 ساعة هذه لو أقسمها على 7 أيام في الأسبوع معناتها اللاعب العربي لازم يتدرب على الأقل 3 ساعات تدريبية باليوم بدون أي راحة أسبوعية. السؤال، هل ممكن اللاعب العربي يتدرب هذا النوع من التدريبات في هذا الكم؟ إني أتكلم على التخصص الرياضي المبكر، في تساؤلات علمية يتم طرحها عن طريق الأبحاث والعلماء، وهذه التساؤلات أعتقد أنها مهمة جدا. من ضمن هذه التساؤلات، هل نضمن الوصول إلى هذا الرقم من الساعات التدريبية خلال ما يقارب 10 سنوات؟ هل أنا أضمن للاعب اللي أنا أشرف على تدريبه أن من 2020 إلى 2030 أنه يتدرب فعلا 10,000 ساعة تدريبية وبالتالي يصبح نجم أو يصبح مميز أو بارئ في الرياضة اللي يمارسها؟ هل نضمن لمن ينخرط بهذا الكم وهذا النوع من التدريب بأن يصبح بطل؟ ما في ضمان. ماذا لو تعبنا عليه ودربنا 10,000 ساعة تدريبية مكثفة ومدروسة ووصل إلى الوقت اللي نرجو أنه يحقق نتيجة في الأولمبيات على سبيل المثال وما حقق، ما توفق في هذاك اليوم؟ ماذا لو أصيب إصابة خطيرة تمنعه من تكملة المشوار؟ ماذا لو قرر عدم تكملة المشوار بسبب عوامل نفسية أو اجتماعية أو دراسية؟ ممكن يحوش البيرن آوت اللي هو الاحتراق الذاتي، ممكن تحوش مشكلة اجتماعية، ما راح نظم. فلهذه الأسباب، لهذه يعني لهذه الأسئلة وعدم وجود إجابات واضحة وضمانات، قالوا لك لا، يبقى خلونا نشوف طريق آخر للتفوق الرياضي. من السلبيات والمخاطر اللي تم إثباتها من الناحية العلمية، بالرغم من أن التدريب المكثف كما ونوعا مهم جدا لعملية اكتساب المهارات الرياضية والوصول إلى مرحلة الإكسبرتيز، إلا أن البحوث والدراسات أثبتت بأن للتخصص الرياضي المبكر العديد من السلبيات التي يجب أن نتجنبها. وحاط لكم على اليمين هذه بعض الريفرنسز اللي تكلمت على هذا الموضوع. نشوف أبرز السلبيات وأبرز المخاطر اللي توصلت لها الأبحاث العلمية. من المخاطر النفسية والاجتماعية اللي تم إثباتها فعلا عن طريق البحوث والدراسات، اللي هو زيادة معدل القلق، قلة معدل المتعة والاستمتاع في ممارسة الرياضة، زيادة معدل البيرن آوت اللي هو الاحتراق الذاتي، زيادة العزلة الاجتماعية أو محدودية العلاقات الاجتماعية. تخيل أنت تجيب ابنك أو بنتك عمره 8 سنوات أو 9 سنوات وتطمح أنه يكون بطل في أولمبياد 2028 على سبيل المثال،
وتدربه تدريب مكثف وتحط له أفضل المدربين وأفضل أخصائيين العلاج الطبيعي وأفضل أخصائيين التغذية، تمنعه عن حياته الاجتماعية اللي المفروض أنه يمارسها أي طفل آخر. راح يحوشه نوع من العزلة الاجتماعية بعد 5-6 سنوات. لو أنه ما يكمل هذه الرياضة راح يكتشف أنه ما عنده علاقات اجتماعية، ما يعرف أحد، ما عنده صداقات، ما عنده زملاء، حياته كانت بس رياضة. طيب انتهت هذه الرياضة، توقف عن ممارسة الرياضة، شنو المخاطر الاجتماعية والنفسية اللي ممكن تكون؟ بعض الأبحاث وجدت أن التخصص الرياضي المبكر في رياضة واحدة يقلل من القدرات والمهارات الحركية العامة اللي احنا نسميها الفاندمنتال موتور سكيلز، يزيد يسبب اضطرابات في السلوك الغذائي، يسبب أو يزيد نسبة التعرض إلى الإصابات، خصوصا الكسور الناتجة عن الأحمال الزايدة. تخيل أنت 10 سنوات من التدريب والضغط تدريب وضغط تدريب وضغط، يؤدي إلى بعض الإصابات اللي تنتج عن الأحمال الزائدة مثل الكسور والتمزقات العضلية. طيب شنو البديل؟ أنتم كعلماء صار لكم 20 سنة تقريبا تنتقدون موضوع التخصص الرياضي المبكر، ومن 20 سنة تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الأولى دائما في الأولمبياد، أستراليا، كندا، معظم دول أوروبا اتجهت إلى اتجاه آخر لأنهم يؤمنون بهذه الدراسات وبهذه الأبحاث، راحوا إلى اتجاه آخر. لكن بعض الدول ما زالت تصر على العقلية القديمة، ما زالت روسيا والدول اللي تأيدها مستمرة على الطريقة القديمة، ما زالت بعض الدول العربية مستمرة على الطريقة القديمة. طيب شنو البديل؟ الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول شنو قاعدة تستخدم؟ النوع الثاني هو التنوع المبكر والتخصص الرياضي المتأخر. باختصار هو ألا يتخصص الفرد أو الطفل في رياضة واحدة قبل سن 12 سنة. أنا عندي ولد أو بنت، أحاول بقدر المستطاع أن يمارس أكثر من لعبة، أكثر من رياضة، خصوصا قبل 12 سنة. هذه النظرة نظرة مختلفة للوصول إلى القمة وصناعة الأبطال، بدأت تقريبا في 2005 عن طريق عالم كندي اسمه جون كوتي إذا ما تخبرني الذاكرة. توصي هذه النظرية بالتنوع الرياضي مبكرا والتخصص متأخرا في لعبة رياضية واحدة، ولكن هم خذوا الإيجابيات اللي موجودة في النظرية الأولى اللي هي عدد الساعات التدريبية اللي هو الكم. هم يؤمنون أن الكم في التدريب الرياضي مهم جدا، ومستحيل أن أنا أتغاضى أو أستغني عن الكم اللي هو عدد الساعات. يقولون أن الكم ضروري للوصول إلى التميز الرياضي، لذلك اقترح أحد العلماء استبدال ما يسمى بالتدريب المكثف اللي هو deliberate practice إلى شيء آخر، إلى مفهوم آخر اللي سموه deliberate play اللي هو باللعب المكثف والمدروس. نروح هني حق هذا الشارت، دراسة عملوها اللجنة الأولمبية الأمريكية، أو تقرير تلقونه موجود في موقع اللجنة الأولمبية الأمريكية. يقول ان الرياض يحط لك يوضح لك نسبة الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية من سنة 2000 إلى 2012، يعني أولمبياد سيدني، أولمبياد بكين، وأثينا، ولندن، 4 ألعاب أولمبية. تشوفون على اليسار من فوق اللاعبين أقل من 10 سنوات كانوا يلعبون على الأقل أو أفريج 3 ألعاب. اللاعبين الأمريكان اللي شاركوا في الأولمبياد لمن كان عمرهم من 10 إلى 14 سنة كانوا يمارسون 3 ألعاب تقريبا اللي هو 2.99، لمن وصل عمرهم من 15 إلى 18 عام كانوا يمارسون 2 لعبة على الأقل، لمن كان عمرهم من 19 إلى 22 اللي هو العمر الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية نلاحظ أنهم بدأوا يتخصصون في رياضة واحدة. 22 وفوق صار التخصص بشكل أكبر. هذا شارت ثاني
يحط لكم الميل والفيميل ونفس الشيء، يعني تشوفون الأعمار نفس الشيء. نلاحظ أن اللاعب الأمريكي ما يبدي تخصص في رياضة واحدة إلا تقريبا لما يوصل الهاي سكول أو يوصل الجامعة. يعني أنا عشت في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 7 سنوات وشفت هذا الشيء بعيني، حضرت منافسات في المدارس المتوسطة والهاي سكول، وشفت بعض اللاعبين إنه يلعب أكثر من لعبة، تلقاه يلعب سلة وبيسبول ولعبة فردية. عاشرت بعض الأمريكان والزملاء هناك في أمريكا كانوا يصرون على هالشيء، يحرصون أن أبنائهم يمارسون أكثر من رياضة طول الموسم الرياضي. تشوفها في الصيف يلعب سباحة، في بداية الخريف يبدأ البيسبول، بعدين يدخل على الهوكي، بعدين يدخل على السوكر وهكذا. هني أنا أمثلة أشوفها، هذا في أحد الظهر قاعد يكتب على الشاشة أو شيء، أحط لكم أمثلة هني، هذه أمثلة حية، لاعبين نجوم. ويعني اللي ما يعرف هاللاعبين هذه مجرد أنه يسوي سيرش في الإنترنت ويشوف المستوى اللي وصلوا له. كلهم جميعهم كانوا يلعبون ألعاب وبعدها تخصصوا في رياضة. الأول اللي فوق آخر لعبة لعبها كان ألعاب قوة، بعدين حول إلى كرة سلة. اللي تحت من كرة قدم إلى كرة سلة. تشوفون اللاعب هذا لاعب الفوتبول، من لاعب كرة سلة وبيسبول إلى أحد أفضل لاعبين كرة القدم الأمريكية. هذه بعض الأمثلة الحية، لو تدخلون بالنت راح تشوفون العديد من الأمثلة الرياضية سواء في أمريكا أو في أوروبا، اللي كانوا يمارسون أكثر من رياضة أثناء مرحلة الطفولة، بعدين مرحلة المراهقة بدوا يتخصصون في عدد أقل من الرياضات، وبعدين في مرحلة الشباب لا، شافوا الرياضة اللي أبدعوا فيها واستمروا فيها وتخصصوا فيها. أنا الحين بحط لكم أمثلة حية، وهذا الأشخاص هذيل أنا أعرفهم، يعني أشخاص من دولة الكويت. أول صورة الكابتن مساعد الرندي، في مراحل الطفولة والمراهقة وبدايات الشباب كان يلعب كرة سلة وطائرة وكرة يد، وكان مميز في الثلاث ألعاب، لكن في النهاية أصبح يعني لاعب القرن في كرة اليد في دولة الكويت. اللاعب الآخر أيضا لاعب كرة يد هو إسماعيل عبد القدوس، وفي فترة من الفترات أصبح أحد أفضل اللاعبين في قارة آسيا في كرة اليد، مش بالكويت فقط. كان يلعب، وهذا يعني أنا كان يلعب معي في نفس النادي وأشرف على تدريبي في نفس النادي اللي أنا فيه، كان يلعب جمباز وسباحة وأيضا كرة ماي، وثم تحول إلى لاعب كرة يد. اللاعب اللي أتوقع كل الوطن العربي عرفه اللي هو المرعب جاسم يعقوب، يمكن الناس تعرف منه جاسم يعقوب كهداف تاريخي في كرة القدم، من أفضل لاعبين آسيا، لكن اللي الناس ما تعرفه أن هذا اللاعب كان يمارس أكثر من لعبة في مرحلة الطفولة، وبعدين استمر في ممارسة لعبتين في مرحلة المراهقة والشباب، كان يمارس كرة الطائرة وكرة القدم، وبعدها تخصص في كرة القدم وصار أحد أفضل لاعبين قارة آسيا. البحث العلمي والتخصص الرياضي المبكر، مساء احنا تكلمنا عن البحث العلمي وإظهار السلبيات اللي صاحبة التخصص الرياضي المبكر. هني البحث العلمي لا يدعم التخصص الرياضي المتأخر والتنوع في ممارسة الرياضات في عمر مبكر. شنو فوائد التنوع الرياضي المبكر والتخصص المتأخر؟ التحفيز الذاتي اللي هو intrinsic motivation دائما يكون عالي، وهذه نتيجة أبحاث ودراسات. تقليل فرص حدوث الاحتراق الذاتي اللي هو البيرن أوت، كل ما مارس الطفل أكثر من رياضة تقل فرص حدوث الاحتراق الذاتي. تقليل فرص تسرب اللاعبين، ارتفاع مستوى العمليات الذهنية كدقة وسرعة اتخاذ القرارات، وهذه نقطة مهمة يعني جدا 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 من الناحية العلمية والعملية. تخيل ان اللاعب تعطي فرصة للاعب من لاعبينك، اذا انت كنت مدرب كرة قدم على سبيل المثال، انه يمارس كرة الطائرة، يمارس كرة اليد، يمارس كرة السلة، يمارس لعبة فردية حتى لو على سبيل الترويح وليس التخصص. اللاعب لما يلعب لعبات اخرى غير اللعبة اللي هو متخصص فيها تنفتح له افاق في التفكير،
تنفتح له أمور في 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 رفع مستوى اتخاذ القرار، سرعة ردة الفعل، لأن الألعاب هذه هو خلاص يلعب كرة قدم متعود على نمط معين، نمط بدني معين، نمط فكري وذهني معين. لما يلعب لعبة ثانية لا، تنفتح له آفاق، تنفتح له يعني شغلات من الناحية البدنية والذهنية وحتى الشغلات النفسية. يساعد على ما يسمى بالتعليم الغير مباشر الـ implicit learning، يساعد على الإبداع والتميز الحركي، يساعد في تحسين كفاءة الجهاز العصبي، يساعد في عمليات انتقال أثر التعلم اللي هو transfer of learning. العالم اللي قلت لكم اكتشف أو هو اللي بدأ نظرية التنوع الرياضي المبكر والتخصص في رياضة محددة أو واحدة في عمر متأخر اللي هو كوتي، في 1999 حط نموذج وأجرى العديد من البحوث والدراسات اللي تؤيد هذا النموذج أو تبحث في هذا النموذج لغاية ما وصل إلى نتيجة إيجابية تدعم هذا النموذج. يفضل هذا العالم أن التنوع الرياضي يكون في السن 13 سنة وما أقل، يعني إذا كان عندنا لاعبين أعمارهم أقل من 13 سنة يفضل التركيز على المتعة، يفضل التركيز على محو الأمية الحركية اللي هي الفيزيكال ليترسي، غرس القيم الإنسانية والرياضية، ممارسة ألعاب جماعية وفردية، ممارسة ألعاب ذهنية وبدنية. المرحلة الثانية سماها بداية التخصص الرياضي اللي هي من 13 إلى 16 سنة. طبعا هذه الأعمار دائما نقول تقريبا ما في شيء فيكست 100%. في هذه المرحلة بداية تحديد الرياضة المفضلة، يعني إذا هو كان يمارس، إذا أنت كنت تودي ابنك أو بنتك يمارسون 4 رياضات أو 5 رياضات على مدار السنة، خلينا نقول نقلصهم إلى 2 رياضات. بداية تحديد الرياضة المفضلة، الاستمرار بممارسة رياضات أخرى، يعني أوكي هو اختار كرة القدم لكن خلي يمارس لعبة ثانية، لا تخليه يركز على كرة القدم بنسبة 100%، خلينا نقول 80% كرة قدم و20% لعبة ثانية. في هذه المرحلة نبدأ زيادة في شدة وكثافة التدريبات. المرحلة الأولى كنا نركز على اللعب والمتعة والمرح، في هذه المرحلة لا، يقول خل نركز على شدة وكثافة التدريب. وفي هذه المرحلة نبدأ التركيز وتعود اللاعب على المنافسة. هني في هذا العمر يبدي يدخل في أجواء المنافسة، عشان كذي تشوفون في الدول الأوروبية وخصوصا في الألعاب الجماعية ما عندهم منافسات رياضية لعمر قبل 12 سنة أو قبل 14 سنة. تشوفون منافساتهم الرياضية في هذا العمر اللي هو أقل من 13 أو 14 سنة عبارة عن مهرجانات ومرح ومتعة وناسة، لكن بداية المنافسات الحقيقية تبدي من 14 إلى 16 سنة. إحنا للأسف يعني في الوطن العربي بشكل، أنا ماني متأكد 100% بكل الوطن العربي، لكن على الأقل عندنا في الخليج وفي الكويت بشكل أخص المنافسات الرياضية تبدي أقل من 12 سنة، يعني من 10 إلى 12 سنة يبدي المنافسة ويدخل في بطولة دوري ويدخل في بطولة كاس، ونتائج الفريق تدخل في ضمن ما يسمى في كاس التفوق العام للنادي أو للمؤسسة اللي هو ينتمي لها. فيعني ما زلنا نتبع الطريقة القديمة. المرحلة الثالثة سماها كوتيل استثمار وجني الثمار اللي هي 16 سنة فما فوق، نبدي فيها فعليا ما يسمى في التدريب المكثف. هني تبدي التدريبات المكثفة، هني تبدي تدريبات الحديد، هني تبدي تدريبات التركيز العالي والضغط وغيرها من التدريبات. في هذه المرحلة تبدأ المنافسات الحقيقية، هذا المفروض اللي يصير. هذا نموذج كوتيل. هني أنا أقول نصائح ختامية للمربي الرياضي. المقصود في المربي الرياضي كل من يتعامل مع لاعبين، سواء كان مدرب، سواء كان إداري، سواء كان حكم، سواء كان ولي أمر، كلهم يعتبرون مربين رياضيين. 12 سنة وما قبل
يخصص 80% من الوقت للعب وممارسة رياضات حركية ترويحية غير الرياضة التخصصية. وإحنا يا أخوان نعتقد أن في الوطن العربي نفتقد موضوع اللي هو محو الأمية الحركية، اللي هذا 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 يعني هذا الموضوع اللي هو محو الأمية الحركية أو الفيزيكال ليترسي، على الأقل إحنا عندنا في الكويت في مرحلة الستينات والسبعينات وآخ يعني منتصف الثمانينات كانت الرياضة المدرسية تلعب دور كبير في تنمية المهارات والقدرات الحركية للطلبة والطالبات. فعشان كذي كانت في الفترات هذه الرياضة الكويتية مميزة جدا، وحتى الرياضة الخليجية كان حجم المواهب يعني أفضل من الآن بمراحل. وأنا أعتقد أن السبب كان الرياضة المدرسية، كان الطالب يتخرج من المرحلة الابتدائية وهو يمتلك جميع القدرات والمهارات الحركية الأساسية اللي هي الجري والوثب والقفز والرمي واللقف، كان متمكن من هذه المهارات. عشان كذي كانت الأندية الرياضية ما تواجه مشاكل استقطاب اللاعبين. الحين تغير الوضع، الرياضة المدرسية يعني أخذت اتجاه آخر، عشان كذي تشوفون المستوى المهاري والعقلي والبدني لأغلب اللاعبين على الأقل في الخليج متدني جدا، ما عدنا نشوف مثل قبل 20 سنة وأكثر حجم وعدد المواهب. من 13 إلى 15 سنة شيل 80% اللي فوق وخذ 50% من الوقت للرياضة التخصصية و50% من الوقت لرياضات أخرى يختارها الطفل أو الفرد. من 16 سنة وما فوق شوف النسبة تقل، 20% من الوقت يخصص لممارسة رياضات أخرى غير الرياضة التخصصية و80% للرياضة التخصصية. أنا أعتقد أن النسبة هذه لازم تستمر، يعني لا نقول أن حتى لو الولد أو البنت أو خلينا نقول الرياضي يصل إلى 20 سنة وأكثر، لابد أن في رياضات أخرى يمارسها، لا تخليه يركز على رياضة واحدة. وأنا في صورة كانت هني وشلتها للمنتخب الألماني لكرة القدم بطل كأس العالم واللي خذوا كأس العالم وأوروبا في يعني قبل سنوات، قرأت عنهم تقرير أن المدرب كان يحل بعض المشاكل الدفاعية اللي عاني منها الفريق عن طريق الاستعانة بمدرب كرة يد. كان ياخذ الفريق لاعبين منتخب، يعني شوفوا ما هم لاعبين هواة، لاعبين منتخب ألمانيا، كانوا يروحون يتدربون مع أحد مدربين كرة اليد، يلعبون مباريات كرة اليد ويدربهم على الدفاع وطريقة التغطية والمساعدة والمساندة. فالتغرير يختم يقول إنهم استفادوا من ممارستهم لكرة اليد في تعديل بعض الأخطاء الدفاعية في منتخب كرة القدم. هذا يثبت الكلام اللي أنا قاعد أقوله، أن مهما يعني وصل مرحلة متقدمة اللاعب لابد من ممارسته لرياضات أخرى غير المتخصص فيه. طيب يعني قبل لا نوصل إلى الختام، أي الطريقين ستختار ولماذا؟ يعني أنا طرحت لك جزء مختصر من الدراسات والأبحاث اللي تكلمت عن هالتخصص وهالتخصص، أنت بينك وبين نفسك وين راح تروح؟ خلنا من الواقع، إحنا الحين رياضيين ومتخصصين، فينا الأكاديمي وفينا العملي البراكتيكال اللي قاعد يمارس الرياضة كمدرب أو كمعلم، وين راح تروح؟ أي طريق راح تختار؟ يعني أنا أفضل أنك تختار الطريق مو اللي تقتنع فيه أو اللي تحبه بشكل شخصي، لا، اللي أثبتت الدراسات فعاليته. أنا اللي طرحته الحين وأنا اللي مقتنع فيه عن طريق الدراسات والأبحاث اللي قريتها أن الطريق الثاني هو الأفضل لتحقيق نتائج في المستقبل القريب. وجهة نظري الخاصة العملية والعلمية، من الناحية العلمية أقول عند التعمق في دراسة التخصص الرياضي المبكر أو التنوع الرياضي المبكر والتخصص المتأخر، فأنا أفضل اللي هو الرقم الثاني،
التعدد الرياضي المبكر والتخصص في رياضة واحدة في عمر متأخر. من الناحية العملية أجد بأن فكرة اللعب المكثف والمدروس أو التخصص الرياضي المتأخر غير قابلة للتطبيق في واقعنا العربي بسبب العديد من العوامل. أوكي، أنا من الناحية العلمية أأيد الاتجاه الثاني اللي هو الولد يلعب أكثر من رياضة ويتخصص في رياضة واحدة في عمر متأخر، لكن أنا يعني رياضي قبل لا أكون أكاديمي، أنا رياضي وأميل تجاه المدربين. ما في مدرب يقتنع في هالكلام، يقول لا ما يصير، أنا بحقق نتيجة فلازم أجيب الولد وهو عمره 8 سنوات وتسع سنوات وممكن أقل عشان أخليه يلعب كرة يد أو يبدي ممارسة كرة الطائرة أو السلة أو أي لعبة جماعية. أنا معاه، في خوف، في لحد الآن في حواجز بين الأكاديميين والرياضيين، لكن أنا لأن جمعت بين الشغلتين، يوم من الأيام كنت لاعب وأصبحت مدرب في بعض الأوقات وحاليا أكاديمي، فأحاول أوفق بين الأثنين. عشان كذي أنا أقول دمج كلا الطريقتين أو كلا الطريقين هو أفضل حل لهذه المشكلة. شلون ندمج؟ في المدارس تكثيف الأنشطة المدرسية الرياضية بين قوسين غير درس التربية البدنية. أغلب الدول يعني الخليجية والعربية حصة التربية البدنية يوم واحد بالأسبوع، فنحتاج أن نكثف الأنشطة المدرسية اللي هي يسمونها في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي after school activities. شوفونهم أوكي اليوم الدراسي ينتهي الساعة 1، لكن أنشطة رهيبة في المدرسة لغاية الساعة 4، أنشطة موسيقية، أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية، أنشطة وغيرها. إحنا ليش ما نرجع الأنشطة الرياضية إلى مدارسنا؟ ما أعطى الفرصة للتلاميذ بممارسة أكثر من رياضة. يعني يعني أنا اشتغلت في التدريس في مرحلة متوسطة من سنة 2002 إلى 2007. للأسف إن قوانين وزارة التربية أو توجيه التربية البدنية إنه ما يسمح للاعب إنه يلعب أكثر من لعبة، إنه يلعب كرة قدم وكرة يد وكرة سلة وكرة طائرة. لا خلاص، أنت لاعب كرة قدم، كرة قدم ما تغير. يعني ماشيين في نفس نظام الأندية الرياضية في دولة الكويت. ليش؟ شو المشكلة؟ خلى بالعكس، خلى يلعب كرة يد وسلة وطائرة، فهو في المدرسة، ما زال في المدرسة، ما دخل في مرحلة المنافسات الرياضية، خلى يتعدد في الأندية الرياضية. وهذه يعني هذه المشكلة الأكبر، أنك شلون تقنع المدرب أن ما نبدي التخصص الرياضي إلا في مرحلة متأخرة. عشان كذي أنا طرحت بعض الحلول أو بعض النصائح. مثلا أن يقوم المدرب بإدخال ألعاب رياضية أخرى في برنامج التدريبي، يعني ما أخلي الموضوع للصدفة، لا، في خطتي السنوية، في فترة الإعداد، في فترة بداية الموسم، في منتصف الموسم، في نهاية الموسم، لا، أكتب في برنامج التدريبي إذا أنا كنت مدرب كرة يد أخصص لي يوم بالأسبوع لممارسة لعبة أخرى، كرة سلة، كرة طائرة، ألعاب قوة، سباحة، حطها في برنامجك التدريبي كمدرب. هني حاطانا مثال، هذه الأمثلة اللي ذاكرها، مدرب في كرة يد يخصص يوم في الأسبوع لممارسة السلة، مدرب طائرة يستعين بمدرب تنس أرضي لتعليم لاعبيه مهارة الإرسال على سبيل المثال نظرا للتشابه الحركي بين المهارتين، تدريب مشترك بين لاعبين الجمباز ولاعبين الغطس أو بين لاعبين القدم واليد. هذه بعض الأمثلة اللي ممكن نطبقها في الأندية الرياضية. طيب ولي الأمر، يعني تكلمنا عن المدارس، تكلمنا عن الأندية الرياضية، طيب أولياء الأمور لهم حق علينا أيضا. أنا أنصح كل ولي أمر أن يشجع ويدفع أبنائه لممارسة أكثر من رياضة في المراحل العمرية المبكرة. الحين ما شاء الله منتشرة عندنا في الكويت وفي الخليج أيضا اللي هي الأكاديميات. أوكي كرة القدم طاغية، لكن العديد من الأندية الصحية في جمباز، فيها سباحة، في ألعاب جماعية أخرى غير كرة القدم. خلى يروح، حاول أن ولدك أو بنتك يعني على الأقل في الأسبوع
يروح 3 أيام في الأسبوع هالأكاديميات، لكن خلى 3 أيام يمارس أنشطة مختلفة، يوم سباحة، يوم كرة قدم، يوم طائرة، خصوصا إذا كان طفل أقل من 10 سنوات. دعهم يمارسون ويستمرون بالألعاب التي يستمتعون بها أكثر. يا جماعة يعني الجانب النفسي في 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 هذا الموضوع مهم جدا جدا جدا. مو تسمع الكلام اللي أنا قاعد أقوله وتروح تجبر ولدك أو بنتك إنه خلاص أنا قلت لك كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة خلاص غصبا عليك تروح. لا، خلى يروح في الأماكن اللي يستمتع فيها. طيب هو يستمتع في كرة القدم، هني يبدي دورك عاد أنت في إقناعه في ممارسة رياضة أخرى بالبيت، خلى يشوف مباريات أخرى غير كرة القدم، أنت أطلع معاه وأحضر مباريات أخرى غير كرة القدم. أدري أنها مشكلة صعبة ويعني الكل يبي كرة القدم، لكن إذا تبي مصلحة ابنك أو بنتك المستقبلية فخلهم يمارسون أكثر من لعبة. وجههم تجاه الألعاب التي تتناسب مع إمكانياتهم البدنية والنفسية. هم مو عارفين مصلحتهم. إذا كان الولد إمكانياته الجسمانية ما تنفع أنه يكون لاعب كرة طائرة، لكن هو يعشق كرة الطائرة ويبي يستمر في كرة الطائرة، أنت دورك أن تحاول لأنك توجهه إلى لعبة أخرى تتناسب مع إمكانياته. في النهاية ستجد بأن اللعبة المناسبة لهم ستجذبهم نحوها بشكل لا إرادي. أنا هذه أؤمن فيها النقطة ودائما أكررها حق المقربين لي، أقول لابنك أو بنتك بكرة مو هو راح يختار اللعبة، لا، اللعبة راح تختاره. اللعبة اللي يعني هو جاهز لها من الناحية البدنية والذهنية والنفسية، اللعبة راح تقول له تعال أنت هني مكان، احنا دورنا نشجع وندفع. في مثل معروف كان وايد يحطونه وانا في الولايات المتحده الامريكيه، اللي هو مالتي سبورت يساوي ماكسيمم فن. وهذه النقطه تم اثباتها ايضا من الناحيه العلميه عن طريق البحوث والدراسات. هذا السلايد الختامي. اشكركم على حسن الاستماع، و الباب مفتوح لأي ملاحظة أو سؤال أو استفسار، أنا حاضر. الله يجزاك خير ويكثر خيرك يا دكتور، ويكتب أجرك ويجعلها دافعة بلاء. دكتور رمزي، تفضل دكتور رمزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يؤسفني أنه فاتتني هاي المحاضرة القيمة الحقيقة، لأنه حاولت أدخل من البداية وكان عندي صعوبات، لكني أدركت يعني جزء الأخير منها وخاصة النصائح ما قبل. وأنا أحيي الدكتور خالد على هذه المحاضرة، يعني مسميها نفيسة الحقيقة، لأنه بالفعل موضوع حيوي. بصفتي أنا مدرب صار لي تقريبا أكثر من 30 سنة في التدريب، فلا شك أنه يعني هذا علم يعني يحتاج إلى كثير من الدراسة ومن تسليط الضوء عليه. أنا سؤالي الدكتور بشكل سريع يعني نقطتين بحجم يعني بقدر ما لحقت من المحاضرة. السؤال الأول قال أنه الرياضة المدرسية عنا اختلفت عن أول. طبعا أنا كنت في الكويت، أنا من وريد الكويت وعشت في الكويت فترة طويلة، وتذكر منتخب الكويت معروف كان في القدم طبعا والمواهب اللي كانت تطلع، والآن طبعا لا شك الكل يجد فيه انحسار يعني في المواهب مثل ما تفضل الدكتور. لكن السؤال اللي أنا بحب يعني أسأله إياه، أولا ما هو سبب تغير الآن الرياضة المدرسية في دول الخليج أو في الدول العربية بشكل عام؟ السؤال الثاني على السريع حتى أنه إذا ما يخطأ، يعني أنا أؤيد الدكتور في وجهة نظره الأخيرة ووافقه تماما على ما ذهب إليه، لكن السؤال هل يفضل الدكتور أنه يوم أجي أنا أشجع الطفل أو اللي هو خاصة تحت 12 سنة على ممارسة أكثر من الرياضة، وأنا أجد أنه مثلا في رياضة معينة يعني أحاول أن أوجهه إليه حسب إمكانياته، هل في ممكن نربط أو نصنف الرياضات بحيث أنه يأخذ رياضة توافق مع الرياضة ثانية أو ثالثة، ونترك الأمر مثل ما تفضل بشكل عام؟ يعني أحيانا قد يكون مثلا لاعب يلعب فنون قتالية، مثلا أنا مثلا هذا تخصصي، ممكن أوجهه إلى مثلا السباحة، إلى بعض الأشياء اللي تعينه وتدعم قدراته في المجال الأساسي اللي راح يتخصص له بشكل يعني متأخر. فهل يرى هذه وجهة النظر ولا يرى لا أنه يترك الأمر تماما في الرياضات يعني عموما ثم بعد ذلك يدخل على التخصص؟ هذا سؤالي. طبعا يؤسفني اني ما ادركت من المحاضره الا الجزء الاخير، واتمنى انه نسمعها مره ثانيه ان شاء الله على اليوتيوب. يعني
وأشكر الجميع على هذه المحاضرة القيمة. مشكور دكتور رمزي، وتشرفنا أن يوم من الأيام كنت في الكويت. أنت أبدي معاك أنا في السؤال الثاني اللي هو تختار رياضات يعني قريبة لبعضها البعض ولا رياضات يعني بشكل عام ومختلفة. أعتقد أن يعني في نقطة ذكرتها ما أدري أنا لحقت عليها أنت أو لا، من الإيجابيات للتخصص الرياضي المتأخر والتنوع المبكر هو في شيء، في نقطة كانت مكتوبة يمكن ترجع لها، مكتوبة transfer of learning اللي هو انتقال أثر التعلم. فاللعبة الثانية إذا كانت تخدم اللعبة الأولى هذا خير وبركة، شيء ممتاز. لكن إذا تبي تزيد بشكل أكثر بعد خير وخير، بعد زيادة الخير خيرين احنا نقول بالخليج. لكن نقطتك هذه مهمة وفي محلها للأمانة. السؤال الأول، شو اللي تغير في الرياضة المدرسية باختصار؟ قبل المرحلة الابتدائية كانت تركز على تنمية المهارات الحركية والقدرات الحركية العامة اللي يحتاجها كل إنسان. حاليا لا، حبوا أن يواكبون التطور الرياضي بين قوسين، وبدأت المناهج تركز على بناء اللاعبين وليس بناء القدرات والمهارات الحركية العامة. يعني في المرحلة الابتدائية بدأوا يعلمونهم المراوغة في كرة القدم، ولا الإرسال في كرة الطائرة، ولا التمريرة أو الرمية السلمية في كرة السلة. فهذا شيء هو ما تأسس، هو ما أخذ الأساسيات. أنت شلون تدرب على مهارات المفروض يأخذها في مراحل لاحقة؟ بالإضافة إلى ذلك، إحنا بالكويت على الأقل يعني من الشغلات اللي أثرت على الرياضة المدرسية للأسف، أن بعد سنة 90 أو بعد سنة 91، يعني في سنة 93 أو 94، بدأ يعني أنا أعتذر إذا في كان عندنا معلمات تربية، من أسباب يعني شنو التغيير اللي صار في الرياضة المدرسية في الكويت وفي الخليج. بديت معانا غيروا المناهج، صارت المناهج يعني بدل التركيز على القدرات والمهارات الحركية للفاندمنتال موتور سكيلز اللي كنا على الأقل أنا في جيلي، يمكن درسني بعد أنت دكتور رمزي، أنا كنت في مدرسة خالد، يعني تخرجنا من المرحلة الابتدائية وإحنا نجيد جميع المهارات الحركية اللي تساعدنا في أي رياضة من الرياضة. الحين تغير الوضع، صار المنهج الدراسي في المرحلة الابتدائية يركز على الألعاب الرياضية. يعني مش معقول أنا في الابتدائي أروح أدرب الولد في ثانية ابتدائي أو ثالثة ابتدائي، أروح أدرب الإرسال في كرة الطائرة أو الاستقبال في كرة الطائرة أو التصويبة السلمية في كرة السلة أو المراوغة في كرة القدم. مش ممكن يعني في هالعمر هذا. هو ما شرب أو ما غرسنا فيه المهارات والقدرات الحركية بين قوسين الأساسية. شلون نبدي نعلمه مهارات رياضية مفروض يكتسبها في مراحل متقدمة من العمر؟ الجانب الثاني وهو يعني أنا أعتذر إذا كان في معانا من الكويت معلمات تربية بدنية، لكن بعد سنة 91 يعني في سنة 93 أو 94 طلع قرار من وزارة التربية وهو تأنيث المرحلة الابتدائية. يعني جميع مدارس التربية، مدارس المرحلة الابتدائية في دولة الكويت، البنين الطلاب أصبح يدرسونهم معلمات. فكان في اقتراح أن يا جماعة استثنوا قسم التربية البدنية خلوهم بنين. لا، أصروا على قرارهم والنتائج أعتقد الكل قاعد يشوفها الحين. يعني تحولت حصة التربية البدنية إلى حصة موسيقى وفعاليات وأنشطة، لكن ابتعدت يعني إلى حد كبير عن الهدف الأساسي الذي يجب أن تكون عليه حصة التربية. في أي سؤال آخر أخوان؟ طيب، في سؤال عند الدكتور بسمان. تفضل دكتور بسمان. السلام عليكم ورحمة الله دكتور خالد. وعليكم السلام. الحقيقة يعني أنا بارك الله بك على هاي المحاضرة التي تثير الكثير من الجدل، وهذه المحاضرة الحقيقة متقدمة جدا، وأنا قرأت بحوث كوتي
وقريت كثير من البابليكيشن اللي منشورة في هذا المجال الحقيقة. النقاط اللي أحب أعقب عليها هي بسيطة جدا، كأنه المحاضرة تتجه باتجاه الألعاب الفرقية دون الألعاب الفردية، هذه واحد، هذه بس توبكس يعني حتى حضرتك تقدر تعقب عليها. ثانيا أنا يعني أتفق معك يعني 100% بالنسبة للفيميل والرياضة المدرسية عفوا، لكن أكو نقطة مهمة كان يجب أن نذكرها الحقيقة، لأن يعني هذه المحاضرة مالتك دليل عمل لصناعة الأبطال الرياضيين، يعني كيف إحنا نقدر نوصل إلى القمة الرياضية، واحدة من الأساسيات. بعمر 7 إلى 9 سنوات، وهذا انطرح أكثر من مرة السؤال، أنه المناهج تكون موحدة الحقيقة بين البنين والبنات، مناهج التربية البدنية لأن صفاتهم الجسمية والبدنية وإلى آخره تكون متشابهة. وفي بعض الأحيان الإناث يكونون متفوقين على الذكور في استيعاب حركات المهارات المعقدة. الموضوع اللي حضرتك يعني كان ممكن يعطي دعم أكثر لهذه المحاضرة هو الـ FMS Fundamental Movement Skills اللي هي المهارات الحركية، واللي أنت الآن ذكرتها في نقاشك مع دكتور رمزي اللي هو دائما سباق في الأسئلة الحقيقة. أنا عملت بحث في بريطانيا على 5000 إلا 100 طفل تقريبا في شمال بريطانيا في عمر 5 إلى 12 سنة، كانت الـ FMS أو المهارات الحركية الأساسية للأخوان اللي ما مر عليهم هي دليل عمل لانتقاء الأطفال ضمن هذه الأعمار للرياضات المناسبة. هذا النوع الأول. النوع الثاني طبعاً أكو انتقاء ثاني هو متقدم جداً على الجينات الوراثية. ثلاثة، التوبك الآخر اللي أريد أتكلم عليه أنه هناك اختلافات في البداية بين الألعاب، كل الألعاب، وهذا مبني على أساس أسس فسيولوجية وظيفية وتعلم حركي الموتور ليرنينج. يعني أنت تبدي بالجمناسك بعمر 5 إلى 6 سنوات، بالجمباز مثل ما حضرتك ذكرت عمر 5 إلى 6 سنوات، بالسباحة نفس العمر تقريبا أو أقل، وفي حين في ألعاب المطاولة أنت ما تبدي بهذا العمر، تبدي بأعمار كبيرة بعد 16 سنة، بلعبة 15 سنة وهكذا. إذن أيضاً يجب أن لا نهمل البداية بين الألعاب. يعني لا أنكر أن التخصص الرياضي المتأخر هو مطلوب ومهم جداً، وكثير من الأمثلة اللي ذكرتها مر علينا وبارك الله بيك، والحقيقة المحاضرة قيمة، وهذه التوبك اللي ذكرتها دعمت المحاضرة بشكل أكثر، وشاكر فضلك للاستماع. شكراً، شكراً جزيلاً دكتور بسمان أو رسمان؟ لا لا، بسمان عبد الوهاب. ونعم الله، شكرا لك، يعني ملاحظات في محلها. النقطة الأولى ذكرت أني أنا تكلمت أكثر على الجماعية وليس الفردية. يمكن أنا في بداية المحاضرة قلت في استثناء على الكلام في بعض الألعاب الفردية اللي يجب أن نبدأ في سن مبكرة، مثل الجمباز، مثل أحسنت الغطس، السباحة، هذا ذكرت. يعني يمكن أنت كنت لاعب فرقي وليس فردي، فلذلك تتحيز. صحيح، أنا كنت لاعب كرة يد. صحيح. لا لا لا، هو بس هو يعني بس ملاحظة هي كانت. وأنت يا دكتور، وأنت يا دكتور بسمان لاعب جمباز. أنت برضو يعني خلينا. أي نعم. الجزء الثاني أتفق معاك 100%، اللي هو في جزء من الانتقاء يكون، أو في بريطانيا كانوا ينتقون على أساس الـ FMS اللي هو المهارات الحركية الأساسية. نعم. وفي بعض الدول أو بعض الاتجاهات تأخذ موضوع الجينات، مع أنه صار في تحفظ عليه حاليا موضوع الجينات. النقطة الثالثة راحت مني، شنو قلتها؟ الرياضة المدرسية خاصة بالبرايمري سكول، بالمرحلة الابتدائية. أوكي. يعني very important أو مهمة جدا، لأن الإناث والذكور يمتلكون نفس الصفات البدنية والحركية.
صحيح. هذا طبعا لحد عمر تقريبا 10 سنوات، بين 6 إلى 10 سنوات، وهذا متفق عليه في كل كتب الموتور ديفلوبمنت والموتور ليرنينج وكل الأدبيات من شميد وأنت ماشي. صحيح. صح ولا لا؟ فلذلك يجب التأكيد أنه أنت مو أشرت أنه تكون مدرسات ولا مدرسين، لكل واحد خصوصية طبعا، لكن المناهج تكون واحدة، والإبداع يكون من قبل المدرس في كيفية إيصال هذه المناهج للقمة. احنا المناهج عندنا دكتور واحدة للبنين والبنات في الابتدائي، المفروض بالمتوسط والإعدادي تتغير المفروض. لكن احنا هذا الشيء ما عندنا. اي احنا المشكلة وين؟ المشكلة لما أنا أقول لك التأنيث، إحنا يعني خلينا نقول في الخليج، نعم، إحنا مثل يعني بعض الدول العربية مثل تونس ومصر اللي الرياضة النسائية متقدمة عندهم، يعني نعم. معلمة التربية البدنية الخليجية بين قوسين والعربية مثل التونسية أو الجزائرية، هذه بها عوامل كثيرة ما نريد ندخل بها. طبعا 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 هذه عوامل. عشان كذي اقول لك ان مدرسة التربية البدنية غير جاهزة انها تعد جيل يعني جاهز من الناحية الحركية. هذا اللي هذه الفكرة اللي كانت اللي كنت أني جدا أشكرك على هذه المحاضرة القيمة، ويا ريت في نهاية كلامي أن تعملها على شكل مقالة حتى ننشرها بالمجلة مالتنا. وأنا الحين لا أنا ما بيك تروح، أنت قلت لي في إنك سويت بحث على 5000 طفل بعمر إلى 5 إلى 12. أنا الحين المشكلة هذه دكتور، نعم، أنا خلني أقول لك أول، أنا البحث القادم اللي راح أقدم على جرانت إن شاء الله في الكلية عندنا راح يكون، نعم، على Fundamental Motor Skills. ممتاز. المشكلة اللي أنا قاعد أشوفها في الوقت الحالي، أنا أدرس الحين في كلية في قسم التربية البدنية في كلية التربية الأساسية في الكويت. نعم. المشكلة اللي قاعد أشوفها وأتوقع يعني هذه منتشرة في الخليج ويمكن في الوطن العربي، إن يا دكتور أنا عندي طلاب حالياً طلاب تربية بدنية، نعم، أعمارهم من 18 إلى 22، نعم، في نظرة يعني بدون لا أسوي رياضي وأكاديمي يعني أعطيك تأكيد أنهم يفتقدون لأبسط FMS. ماشي دكتور، تعرف ليش؟ هذا راجع للقاعدة اللي حضرتك ذكرتها. الآن في بلدان مثل بريطانيا وأمريكا والنرويج واستراليا وكندا، يعني حضرتك أنت كنت في أمريكا، أنا أوروبا تقريبا كلها مار على مناهج التعليمية، بقيت بألمانيا 6 شهور، في النرويج بقيت تقريبا 2 شهر، في بريطانيا 2 سنين. هذه المناهج عندهم الأفتر سكول أكتيفيتيز اللي أنت عرجت عليها، هذه يجب أن نعمل على تفعيلها في مدارسنا وفي نظامنا التعليمي. ما معقول الطفل بالوحدة الظهر بالثنتين يرجع للبيت ويأكل الجانك فود ويقابل الآيباد والآيفون والأكس بوكس وإلى آخره. يجب أن نضع خطوط جديدة للعمل الرياضي المدرسي. يعني ثقوا لكل الأخوان اللي يسمعوني الآن، وحضرتك أنت عرجت على نقطة، خليت إيدك على الجرح بالضبط، إحنا نقول يعني أنت خليت إيدك على النقطة المهمة، أنه يجب أن نعمل على تفعيل الفعاليات المدرسية الرياضية خارج أوقات المدرسة، وشوف إيش قد راح تصنع أبطال، إيش قد راح تطلع أبطال عدا الأكاديميات الموجودة. وأعتقد هذه نقطة كلش مهمة، أنا كلش أشكرك يعني أنت المداخلة يا دكتور، أتمنى أن يصير تعاون بيننا في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله، حاضر أني إن شاء الله. تحياتي للجميع، شكرا جزيلا موسى، أستاذ موسى. الله يعطيك العافية دكتور. الله طيب عافية. نشوف عندنا الأستاذة سناء باوزير، تفضلي أستاذة سناء. السلام عليكم. لا أنا معاهم في هالمجال صراحة، ماني عنصرية. لا نفتقر صراحة قسم إحنا على الخليج صراحة عنده فقر شديد بالنسبة للنساء في هالمجال، يعني ما فيها يعني اعتراض ولا شيء معروف.
سؤالي للدكتور، يعني إذا عندك طفل فرض حركة مثلا، هل تقدر تدخله في المجال الرياضي؟ إذا أنتم بدكاترة ما شاء الله يعني كلكم متمكنين في أقسامكم عن الطفل، مراحل، رياضة، ليش ما يكون لنا مرجع يعني تعملون يعني بحوثات وكتب وتقارير، يعني يكون لنا كلنا كمرجع لنا، يعني إنه يدرس يطبق في على أرض الواقع، ليش ما نشوف هذا الشيء موجود؟ خليني أبدي في إجابة على السؤال الثاني، ليش مو موجود؟ أتوقع أنه موجود، ولكن مشكلة المكتبة لا لم يطبق، يعني أقصد يعني تنفيذي لم يطبق، سأل المسؤولين ولا الناس تعبت من الأبحاث والدراسات والكتب ونشرت العديد وترجمت العديد، لكن بالنهاية احنا ما احنا أصحاب قرار، وللأسف انه يعني هذا قاعد يصير في كل دول الخليج وكل الدول العربية، يعني ان أصحاب القرار دائما يكونون من غير المختصين ولا يلجؤون إلى أصحاب الاختصاص، فعشان كذي احنا يعني متراجعين في شتى المجالات وبالأخص المجال الرياضي. بالنسبة حق السؤال الأول، إذا فرط النشاط يعتمد إذا واصل مرحلة أنا ماني متخصص في هالمجال لكن قرأت في هذا المقال، إذا كان واصل مرحلة المرض فهذا يحتاج إلى يعني أخصائي طبيب يعني في هالمجال يعطيه العلاج المناسب، لكن قرأت إن في بعض الرياض مو مرض لا دكتور مو مرض، لا يعني تعرف بعض الأطفال عندهم ما شاء الله يعني طاقة. هذا الشق الثاني من إجابتي، إذا كان مو مرض فعلا الدراسات أثبتت أن الرياضة تساعد على تخفيف فرط النشاط، راح يعني راح يبذل أو يوزع النشاط هذا في الرياضة اللي مارسها، وفي أكثر من رياضة يعني كانوا ينصحون فيها إذا ما تخوني الذاكرة، السباحة والكاراتيه وأي لعبة جماعية، يعني كل واحدة راح تساعده في جانب معين. هذه من الشغلات الدراسات اللي قريتها مؤخرا في هذا الموضوع. شيء جميل. فإذا عندك ولد يعني يعاني من هالشيء أنا أنصحك يعني خليه يمارس الرياضة. أنا صرت أعطيه يعني قسم يلعب فيها كورة، يمارس السيكل، إحنا ما عندنا بحر طبعا رياضة. لا خلي من السيكل، انا القصد انه يمارس الرياضه مع زملاء مع اطفال اخرين، يعني خليه يروح معاهم، خليه يلعب كره قدم، خليه ينزل المسبح مع ناس ويبذل نشاط ويلعب ويضحك ويستانس، هني راح يفرغ طاقته في اماكن حلوه. اما بس بروحه في السيكل لا، ما اتوقع فيها نوع من لا مو بروحه، يعني يمشي في حدائق، يعني يمشي مسافات طويله، برضه الدراجه تنزل طاقه في الجسم. اي بس العامل المتعه فيها اتوقع يعني ما انا ما قريت الامانه عن الدراجات، لكن يعني من خبره اتوقع ان فيها نوع من الملل. اتوقع صحيح. يعني الشغلات اقول لك الدراسات اللي قريتها ان سباحة وكاراتيه ولعبة جماعية. حلو، شكرا دكتور على الإجابة، كانت معلومات جدا قيمة صراحة، جزاك الله خير. طيب دكتور السلام عليكم، أنا ممكن أتداخل تداخل بسيط؟ في دكتور كتاب للدكتور أبو العلا عبد الفتاح ودكتور شو اسمه ريسان خريبة، اسمه التدريب الرياضي، ذكر فيه عن صناعة البطل الأولمبي، كيفية صناعته وما هي خلينا نقول الأشياء التي تؤثر على صناعة مثل هذا البطل. فذكر أن قيمة الميدالية الواحدة تكلف تقريبا حوالي 40 مليون دولار. ثم تطرق إلى الجينات، ثم تطرق إلى، قرأت كذلك كتاب آخر يتناول جغرافية الرياضة والرياضات المناطقية،
وكيف ان الجغرافيا تلعب دور كبير في يعني خلينا نقول لك في تكوين بعض الرياضات، او يعني كمثال مثلا بسيط، قد لا نرى لاعب مثلا سباحة ذا بشرة سوداء نادرا، وقد لا نرى كذلك لاعب جمباز ذو بشرة سوداء، مع ان فيه بطلة يعني معروفة سمرة ما يحضرني اسمها، ولكن هذا من نوادر. كذلك لا نجد لاعب 100 متر ذو بشرة بيضاء يعني كبطل. هنا نقدر نقول ان الجينات تختلف، هنا الطبيعة الديموغرافية مثلا تختلف، الجغرافية بالضبط. لو انت تعرج على مثل هذه الاشياء، لان هذه ركائز اساسية. وانا قرأت فيما قرأت ان خلينا نقول نحن العرب او الشريحة العربية او ما يسمى بالشرق اوسط، الشرق اوسطية، نحن منطقة صراع منذ خلق الله آدم. فالله سبحانه وتعالى وضع عندنا سر مميز، يعني تجد ان دائما لاعبي الالعاب القتالية دائما من هذه المنطقة، يعني دائما مميزين في الالعاب القتالية. الامر الاخر دائما مميزين في العاب مثلا خلينا اقول لك الرماية، ركوب الخيل، دائما هذه هي العابنا. لماذا لا يعني خلينا نقول لك نركز على مثل هذه الاشياء بدل تركيزنا على كرة القدم؟ ومعروف يا دكتور كرة القدم منذ ان بدا خلينا نقول كأس العالم من عام 1930 تقريبا الى الان، الدول لما تحسب الدول اللي اخذت كأس العالم هي دول تنعد على الاصابع ولها اماكن جغرافية، لانها استخدمت ما يسمى بجغرافية الرياضة، بدأت تستقطب من جنوب أفريقيا ومن أفريقيا الوسطى وإلى آخره، حتى كونت فريق خلينا نقول يعني له نكهة البن وطعم الزنجبيل، هو اللي أخذ كأس العالم. فودي لو تعرج على مثل هذه الأشياء دكتور، بغض النظر يعني خلينا أقول لك صحيح أن القاعدة الرئيسية، القاعدة الجميلة جدا، هي القاعدة المدرسية، ولكن زي ما أسلفت أنت وذكر البروفيسور بسمان، إن عندنا ضعف شديد في خليني أقول لك البنية المدرسية الحقيقية، يعني عندنا يعني خليني أقول لك المنهج ضعيف، وهذا انعكاس لخليني أقول لك إرادة الدول وتحكم السياسة في لأنها لو كانت السياسة مقتنعة اقتناع تام لكانت حولت مثل هذا الشيء وجعلتها من أولوياتها. فبودي يا دكتور أنك أنت تعرج على أو تعقب على يا موسى، أنت فتحت لنا وايد شغلات. أنا عرجت لأن ما شاء الله تبارك الله أنتم فتحتوا أشياء يا دكتور للأمانة، يعني محاضرة ما تكفي. بدأت في موضوع الجينات، وهذا موضوع الجينات يعني أتوقع أنه بدأ في الاتحاد السوفيتي، وبعد فترة يعني نوعا ما أثبت، ما أقدر أقول أثبت فشله، لكن في شغلات بدائل أفضل من موضوع الجينات. طيب دكتور خليني يعني يقول لك ضع العرش ثم انقش. الآن أي قدرة بدنية أو أي صفة بدنية، هي صفات بدنية، خلينا نقول مثلا لياقة بدنية، أي لعبة لابد أن تكون لها لياقة معينة، لياقة حركية معينة، أو يعني تأخذ عناصر بدنية معينة. فالعناصر البدنية هي معروف يا دكتور إنها يعني كما أسلف الدكتور هزاع الهزاع، وهي موجودة في أكثر من كتاب، لكن أوردها في كتابه في سيرولوجيا الجهد البدني، يقول أن اللياقة البدنية هي عناصر يعني تتأثر بالوراثة، لكن النشاط البدني يتأثر يعني هو صفة وليس يعني صفة. اليوم أنا نشيط، بكرة أنا غير نشيط، ولكن اللياقة البدنية هي تتأثر بالوراثة. لذلك يقال أو يعني لاعب السرعة يولد ولا يصنع. فإذا نحن آمنا بمثل هذه الفكرة، أجل الانتقاء من المحددات الانتقاء هي الجينات، هي ولا لا جزء؟ هي جزء، لكن شوف أنا أقول لك، هو في يعني ما أقدر أقول صراع، لا خلينا نقول صراع علمي طبعا، ما هو صراع بمفهومه،
العام صراع علمي. الاكسرسايز فيسيولوجيست امثال الدكتور هزاع وغيره من على مستوى العالم يرون الى موضوع صناعه الابطال واكتشاف المواهب وانتقاء الموهوبين من منظور فيسيولوجي، اللي هو مثل ما تفضلت انت ان من القدرات تولد، القدرات البدنيه تورث ولا تصنع. احنا شويه من جانبنا يعني صوب علم النفس وصوب التعلم الحركي والتطور الحركي، يمكن دكتور بس ما يتفق معاي في هالموضوع هذا. المشكلة الأساسية في العملية هذه أن لا أحد يستطيع التنبؤ فيما سيصل إليه الإنسان بعد 3 أو 4 سنوات. يمكن اليوم أنت بدنيا متفوق علي، لكن بعد 4 أو 5 سنوات ممكن أنا أعديك، ممكن اليوم انا، وهذا في هذا موضوع اخر، هذه يعني محاضره اخرى اللي هي، وانا توني سويت بحث فيها اللي هي ريليتيف ايج افكت، العمر النسبي في المجال الرياضي، اللي هو اليوم انا اسرع منك لكن بعد 4 سنوات أو 5 سنوات اكتشف ان انا ابطا منك، انت صرت اسرع. اليوم انت اطول من محمد، زين، بعد 5 أو 6 سنوات محمد اطول منك في مراحل. صحيح. فما في أحد يقدر يتحكم. أوكي أنا جيتك في البداية عمرك 2-3 سنوات، أخذت منك بعض العينات العضلية وحددت أن أنت راح تكون بطل ألعاب قوة، شو اللي ضمنني أنه ما يصير تغيير؟ ما في ضمانات. إذا كانت موروثة فهي ليست 100% أو تتأثر بالوراثة، فهذا التأثير ليس 100%. أيضا تتأثر في البيئة اللي أنت عايش فيها، عرفت؟ فما نقدر نحكم، ما نقدر من مرحلة عمرية مبكرة. أنا أجيب لك إياها حتى من الناحية العملية مش من الناحية الأكاديمية. يا ما كان معانا لاعبين في المراحل السنية هني في الكويت كنا ما ننظر لهم شيء. يعني في لاعب من اللاعبين في سنة 96، أنا أول مرة يتم اختياري إلى منتخب الشباب في كرة اليد في 96، طلع معانا لاعب إحنا زعلنا من مدرب المنتخب وإدارة المنتخب، قلنا هذا اللاعب أفشل لاعب معنا في الدوري، شلون تختارونه؟ قالوا ما لكم شغل، أنتوا لاعبين وهذا مو شغلكم. سبحان الله بعد 4 سنوات بالضبط سنة 2000 هذا اللاعب من نجوم قارة آسيا وإحنا برا المنتخب. شوف، فما تقدر تحكم في مراحل صغيرة. عشان كذي الحين دول مثل أمريكا ودول مثل أستراليا وكندا وأوروبا وغيره الدول هذه المتطورة علينا ادخلوا في موضوع التنوع الرياضي، وادخلوا في قاعدة، يعني هذه أنا اللي تابعني في تويتر أكثر من مرة أكتبها، كلما زاد عدد الممارسين زادت فرصة اكتشاف المواهب. فهم عندهم الرياضة مثل الهرم في مراحل العمرية الأولى، خل النادي عندك يصير فيه 200 لاعب 300 لاعب تحت 10 سنوات، خله يملي، بعد سنة 2 هال200 راح يصيرون 100، بعد سنة 2 هال100 راح يصيرون 80. بالتالي هو مثل هرم البقاء للأفضل، لأن أنت ال200 هذيلة صعب تتنبأ في المستوى اللي راح يصلون له في المستقبل، صعب. واللي يقول لك إن أنا راح أحدد، راح أقول لك هذا اللاعب راح يصير نجم، أنا دائما أقولها في محاضراتي في الكلية، أقول حتى إذا كان يملك الإمكانيات لا تعلن عن هالشيء، لأن أنت ما تعلم بالغيب، اسكت. حتى لو أنت تؤمن وتشوف عندك نظرة أن الشخص هذا ممكن يوصل إلى مستوى معين لا تعلن، لأن مرة ثانية أقول لك أنت لا تعلم الغيب وما تعلم شنو البيئة اللي يمر فيها، شنو أنواع التمرين، شنو أنواع المشاكل الأسرية الاجتماعية المدربين اللي يشرفون عليه، ما تدري. صدقت. هذه يعني في نقطة ثانية أنت عرجت عليها اللي هو العوامل الديموغرافية، وهذا أيضا اتفق معاك فيها 100%. قريت أنا في أثناء فترة أولمبيات لندن في مؤتمر يسوونه على هامش الأولمبيات، يا قبل يا بعد الأولمبيات، كل 4 سنوات. ب 2012 كان في غلاسكو، وأول مرة أطلع على موضوع
اللي هو احنا نعرف التالنت ايدنتيفيكيشن اللي هو اكتشاف او انتقاء المواهب، طلعوا مفهوم في بريطانيا وطبقوه في استراليا اللي هو ترانسفر اوف تالنت. تعال يبو، انت كنت لاعب مثلا كرة طائرة مميز، لكن ظروفك ما سمحت لك، يعني بعد 18 17 سنة في ناس افضل منك. طيب شنو لعبة ممكن أنا استفيد منك؟ أنت رياضي وفت وجاهز، بس يعني مالك مستقبل في كرة الطائرة. شنو لعبة ممكن استفيد منك؟ لعبة ثانية تناسب إمكانياتك البدنية والنفسية وغيرها، يودونا لعبة ثانية. فغيروا المفهوم من talent ID إلى talent transfer. نقطة ثانية في استراليا نفس الشيء، يوم بدأوا يكتشفون حق أولمبياد سيدني كانت هذه، ما عندهم لاعبين مثلا في بعض الالعاب، فقالوا ما عندنا وقت نصنع رياضه من الصفر، فخلونا نروح تعالوا الرياضه المائيه سباحين، احنا زي ما عندنا سباحين بس عندنا شواطئ وعندنا السيرفينج مشهوره في استراليا، فخلونا نروح المناطق اللي فيها رياضات بحريه، انشطه بحريه العامه هذه الترويحيه، سيرفينج ما سيرفينج، وناخذ الناس هذه اللي تحب البحر ونبدي ندخلها في السباحة. راحوا حق مناطق أخرى اللي الجاليات اللي تنحدر من أصول صينية وآسيوية، وراحوا دخلوا عليهم ألعاب مثل الريشة وتنس الطاولة، يشوفون مثل ما قلت أنت شنو الطبيعة الديمغرافية لهالبيئة، شنو الرياضات اللي مرتبطة فيهم في تاريخهم وفي مجتمعهم، أبدي أركز عليها. إحنا هنا بالكويت يعني منو الشخص الوحيد أو شنو اللعبة الوحيدة اللي حققنا فيها ميداليات أولمبية اللي هي لعبة الرماية. طيب لما تشوف الأشخاص اللي حققوا ميداليات أولمبية يرجعون إلى أصول قبلية، فهد الديحاني وطرقي نسيت اسمه الثاني، الطرقي رشيدي، يعني ينحدرون من أصول من الجزيرة العربية. الجزيرة العربية مرتبطة في الرماية والصيد وغيره. أحد المقابلات لأحد الأبطال اللي هو فهد الدحاني قال أنا من صغري كنت أطلع القنص وأصيد وأرمي فمعناتها فعلا الكلام اللي قاعد تقول أنت صحيح. الهيستوري مالهم الإرث التاريخي مرتبط، يقدر يوجهك تجاه رياضة معينة. صدقت. وأخيرا إذا عندك كلمة أخيرة يا دكتور ممكن تقولها فتفضل. والله أنا أحب أشكرك يا أخ موسى على هالفعالية وعلى هالدعوة اللي شرفني باللقاء، نقول لي على الهواء الأونلاين مع الأخوان، وتعرفت على جديدة من رموز الرياضة في الوطن العربي. تشرفت فيكم وأنا حاضر لأي تعاون في المستقبل، لأي استفسارات. الله يرفع قدرك. أنت 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 من مؤسسين رواد علوم الرياضة، يعني لا 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 تذهب من هذا ال أتشرف هذا الشيء. الله يرفع قدرك يا دكتور، الله يرفع قدرك أبدا يا دكتور. نحن والله من تشرفنا بكم يشهد الله، وأبدا انتوا لكم الـ يعني اليد الاولى والطولة في الـ يعني انجاح هذا اليوم، يعني حلقة هذا اليوم. الله يجزاك خير ويكتب اجرك يا دكتور، واخذنا من وقتك والله كثير جدا، احنا قلنا لك ساعة واخذنا ساعة ونص، فعذرا يا دكتور، ولكن هذه المحاضرة قيمة ورائعة وجميلة، وهي اللي جعلتنا بالفعل نغوص في اعماق الكلام اللي انت قلته يا دكتور، ونحاول نخرج منك باكثر قدر ممكن من المعلومات، فالله يجزاك خير ويكتب اجرك. طيب يا دكتور، الى هنا نصل واياكم الى نهايه هذه المحاضره القيمه، وباسمي وباسم جمعيه رواد علوم الرياضه نشكر الدكتور خالد الشادي على تقديمه لهذه المحاضره القيمه، آملين من الله ثم منكم عذرنا على ما يعني حصل من تقصير،